طبعا هاي هي النتيجة لما تكون التثمينة مش منفذة على هذا الجدار. طبعا هاي الانجل فيلت اللي هي التثمينة هاي مهمة جدا لحماية المبنى، خاصة عند التقاء الاشي الهوريزونتال مع الاشي الفيرتيكال، يعني الارضية مع الجدار. بخاف انه يصير يفوت عندي ارطوبة من مناطق الضعف اللي هي الزوايا، عشان هيك بنساوي انجل فيلت وبندفع حقها كمواد واجور عمال فقط لحماية المبنى. فعليا بس تركب انت البلاط وهون اللي بفرق بين الشغل النظيف ولا لا، ولا اشي بيبين من هذا. احنا عادة فوقها كمان بنروح بنحط ووتر بروفينج، وعادة سمنشس ووتر بروفينج عشان برضو تشتغل دور عزل في حال ارتفع منسوب المي. فزي ما احنا شايفين كل المبنى، وفيما بعد نقطة التقاء الفيلا الأولى مع الفيلا الثانية راح نقوم بنفس هذا الدور. طبعا هاي هي النتيجة لما تكون التثمينة مش منفذة على هذا الجدار ولا معزولة. فشايفين جايين بخط هوريزونتال، هذا الخط الهوريزونتال لأنه الجدار الخلفي مش معمول تثمينة على الجزئية الواطية، فهاي نقطة كتير مهمة ممكن الشخص يغفل عنها. شكراً لكم.